وهزازي والشمراني. أحمد الفريدي يلعب الكرة إلى نور، نور يأخذ كرة ملعوبة إلى هزازي. الله، هي كذا، هي كذا، هي كذا، براس الصقر تجي، براس الصقر تجي، براس الصقر تجي، والصقور يتقدمون بأول الأهداف. نايف هزازي، المحاول لناصر الشمراني إلى أحمد الفريدي، الفريدي يلعب الكرة إلى اليسار إلى نايف هزازي، هزازي وصل، هزازي إلى منطقة الجزاء والكرة ملعوبة عند أحمد الفريدي. يا سلام يا لعيب، الله 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 الله، ما في أحلى من كذا فوز يجي من هالجول، يجي من هالجول، من مثل هالجول. الله يا فريدي، الله يا أسطورة، الله يا أسطورة، هدف أسطورة، هدف أسطورة، أحلى كورة يا أحمد يا فريدي. الله عليك يا فريدي، الله عليك يا فريدي، الله على أحمد الفريدي. أيوة إبداع يا أحمد، أخذ كورة، شوف التقدم، عطنا التقدم للأمام من أحمد الفريدي، مرور أكثر من لاعب، وصول إلى منطقة الجزاء. وش هالجرأة أحمد الفريدي، وش هالجرأة من أحمد الفريدي. شوف الكرة مرة ثانية على طريقة ميسي، يعدي نفس أداءه، يقدم نفس صورته، يتلاعب بالتايلانديين ويفضح حقيقة التايلانديين. الأخضر السعودي يمرض لكن لا يموت، الأخضر السعودي حقيقة ثابتة في قارة آسيا، الأخضر السعودي هو عراقة آسيا، وباختصار هو على الجهات اليسار لعبد الله زوري. الزوري ياخذ كره ممتازه من القادم من خلف المدافعين، محمد نور، محمد نور يحصل على الكره، مرور من نور داخل منطقه الجزاء، نور ووقوع، حكم المباراه يقول كمل. الان ضربه جزاء، الان ضربه جزاء، نور يحصل على ضربه جزاء، يحصل على ضربه جزاء، اذا في صالح المنتخب السعودي. مرور من نور ومعها حصل على ضربة جزاء، ونور عند تنفيذ ضربة الجزاء للمنتخب السعودي. الهدف الثالث إذن يقترب، هذا التدخل وبالتالي ضربة جزاء صريحة، وركلة الجزاء عند محمد نور. يا زين ليلتنا، يا حلاوة ليلتنا، ويا حلاوة أخضرنا، ويا حلاوة منتخبنا في هذه المباراة، ويا حلاوة الحضور لسمو الأمير نواف بن فيصل اللي يقف الآن إلى جانب المنتخب السعودي ويتابع المباراة بابتسامته الآن، وينتظر هدف ثالث، هدف ثالث يقترب من محمد نور. ثلاثة، ثلاثة، المنتخب السعودي بثلاثية، فيضان يقضي على ألفية التايلندية، فيضان سعودي بثلاثية يقضي على المنتخب التايلندي. إذا ثلاث أهداف، ثلاث أهداف تطمن جمهور المنتخب السعودي أن المنتخب السعودي في طريقه إلى التصفيات النهائية بهذه الصورة وبهذه الوضعية الرائعة. المنتخب السعودي يتمكن الآن من التسجيل عبر الكبير، عبر محمد نور الذي يتمكن من تسجيل ضربة الجزاء وهو